قام حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المفدى القائد الأعلى حفظه الله ورعاه هذا اليوم بزيارة إلى القيادة العامة لقوات دفاع البحرين. ولدى وصول جلالته كان في الاستقبال سعادة الفريق الركن يوسف بن أحمد الجلاهمة وزير شؤون الدفاع، وسعادة الفريق الركن ذياب بن صقر النعيمي رئيس هيئة الأركان وعدد من كبار الضباط. وقد رافق جلالته العميد ركن سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة قائد الحرس الملكي، والرائد الركن سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة قائد قوة الحرس الملكي الخاصة، حيث تابع جلالته رعاه الله خلال الزيارة مشاركة قوة دفاع البحرين المستمرة في عملية إعادة الأمل ضمن قوات التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية الشقيقة، وما تشهده من انتصارات كبيرة وما تقدمه الشقيقة الكبرى بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود حفظه الله من جهود إنسانية نبيلة لمد يد العون للأشقاء في اليمن العزيز، انطلاقا من قيادته الحكيمة رعاه الله ومواقفه السامية لنصرة قضايا أمتنا العربية والإسلامية ومبادراته الخيرة لشعوبها. مشيدا جلالة الملك المفدى القائد الأعلى أيده الله ببسالة القوات المسلحة السعودية الشقيقة في التصدي للاعتداءات الإرهابية الغاشمة بكل شجاعة وإقدام، معربا عن اعتزازه بمساهمة الرجال البواسل من قوة دفاع البحرين للوقوف صفا واحدا مع إخوانهم من القوات المسلحة السعودية والقوات المسلحة بدولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة البواسل للمساهمة في شرف الدفاع عن الحد الجنوبي لأرض الحرمين الشريفين، مما يعكس صلابة العلاقات والروابط الأخوية التاريخية العميقة والتعاون الوثيق بين دولنا الشقيقة. متمنيا جلالة الملك المفدى القائد الأعلى رعاه الله لجميع رجال قوة دفاع البحرين التوفيق والسداد في مختلف مواقع عملهم النبيل.